السياسية، يعني أعتقد بعنوان الشباب بين الأسس المشاركة السياسية بالمغرب. فمسألة المشاركة السياسية هي في الواقع الأمر يعني يمثلها حتى العزوف، يعني حتى العزوف هو في مدوره السلبي هو مشاركة، نوع من المشاركة السياسية. المشاركة السياسية تنقسم يعني في نظري إلى قسمين، مثل الإيجابية عن طريق يعني انخراط الوعي والمنتج والفعال في إطار دوري قسمية المؤسسات الحزبية، يعني ككاتب أو كمسؤول شبابي يعني أنك تشارك بمفهوم إيجابي في إطار المشاركة السياسية. أما المفهوم السلبي فهو الانقطاع والعزوف عن هذه المشاركة السياسية. والعزوف عن المشاركة السياسية يعني موضوع عام، يعني أنا أقولها وسبق للإخوان يعني إلى طرحها، يعني أنه موضوع شائل وظاهرة اجتماعية يعني والسياسية عويصة في المغرب، يعني تتفاقم وتتوالد وتتكاثر، يعني حتى أصبحنا نعيش أن هناك فقدان ثقة وهناك أزمة سياسية بامتياز. فالعزوف يمكن أن نصنفه إلى ثلاث أصناف، يعني لا أريد أن أطيل، ولكن لكي نبين بان هناك ان العزوف هو نوع من المشاركه السياسيه الامتياز. يعني اغلب سميتو الدارسين او الباحثين في القانون او الانظمه الدستوريه صنفوا الى العزوف السياسي او العزوف المشاركه السياسيه الى ثلاث محاور رئيسيه. يعني عزوف موقفي، يعني ونحن في المغرب نعيش عزوفا موقفيا يتمثل في موقف يعني بعض الهيئات السياسية والحركية، يعني مبني على ايديولوجيا وتبني افكار يعني ناجيات يعني تتطلب انها لا تريد الاستمرار في تصميم او تزكية المشروع السياسي او المشروع الحزبي الفاشل او تصميم الفاشل. هذا الموقف، هذا العزوف الموقفي تتبناه على الخصوص يعني خاصة المغرب، وقد تتبناه جماعة سابقاً هنا افتح القرص لكي نبدل عزاءنا الحار لمرشدها لوفاة مرشدها الأستاذ إسلام ياسين. يعني صراحة كان قائداً وكان حكيماً وكان متبصراً، والدليل على ذلك أن الدراسة التي قامت بها مؤخراً دراسة أفريقية ثبتت بأن أقوى تنظيم من ناحية الضبط من ناحية الدكتور طلاب هو تنظيم جماعة العلم الإحسان في شمال إفريقيا وفي الدول المغربية، يعني أنها كانت الرتبة في الهيئة والمسلمين دابا ولات هي الرتبة الأولى في جماعة العلم والإحسان. يعني وهنا أتمنى أن تفتح معها الدولة، يعني خاصة بعد الوفاة أن تفتح معها الدولة حوار مسؤول ومواجهة من خلال فتح نمط أول للمشاركة السياسية والمساهمة فيها بدل فقه الاعتزال الذي تبنته منذ ولوجها للسابق. قلت أعود للموقف أن هناك عزوف موقفي، ثم هناك عزوف، وهذا أكثر من عزوف هو عزوف إرادي، لأن هناك شباب ليس له أي اهتمام، هناك مسؤولين يعني هناك ونحن درسنا هناك جامعي ليس لهم أي اهتمام. عمرك يقول لك انا عمري ولا شفت شي حزب، وعمري ولا ساهمت، وعمري ولا كنت كاع في شي، يعني ارادي، يعني هذا الشيء نابع من كنتي سميتو بيتي او كنتي الاجتماعيه اللي عاش فيها، يعني ان تنقيه ما داريش يعني ما على بالوش كاع، يعني بعباره اخرى يعني اقولها يعني ما نسوقش كاع، يعني اللي بغى ينجح اللي بغى يدخل اللي بغى ينجح، يعني كاع ما عطاشهم، لان الهم ديالو الوحيد هو النجاح الشخصي فقط، يعني وهذا خطأ، هذا خطأ، يعني ثم هناك واحد الموقف اخر وهو موقف يعني عزوفي، يعني شاذ بعد الاتصال وهو عزوف ضربي، يعني يتم على مثلا البعد من المناطق يعني سميتو السكنية، يعني البعد الجغرافي من مكان السويد او صعوبة في اعداد وثائق او تسجيل لائحة في التسجيل مثلا كما حصل ذلك الاخ طالب في الانتخابات المرة الماضية. يعني هذا العزوف يعني يطور يعني وخاصة العزوف الموقف والعزوف الإرادي هو نابع من غياب تنشئة اجتماعية أو من غياب تنشئة سياسية، وأقول هناك من غياب أزمة تنشئة سياسية. لو كان يعني وأنا أضبط مثلا تنشئة سياسية، لو كانت هناك تنشئة سياسية لما عرفنا أخطر ظاهرة عرفها المغرب في إطار الأحزاب السياسية وهي ظاهرة الثقافة السياسية، لأن الفرق أو المناط اللي تشبث بقيم الحزب لما أتى يعني ضغط
الطريقة أو ضغط يعني أنه مع حروش منصب أو هذه هو بدل الألوان اللون السياسي. حتى أصبحنا يعني نعيش أن هناك من يقول بأن المناضل الحزبي يعني يغيث في حزب ويصبح في حزب ما ويمسي في حزب آخر. يعني هل تلونات يعني هذا الحال يعني أثر بشكل سلبي على العملية السياسية ككل عام وعلى إحنا التواصل ديالنا مع الناس يعني في إطار العمل الجماعي اللي كان تواصل معهم كامل القضية ولكن في التواصل السياسي كتحس بأنك مجبر يعني بحال اللي كانت هو كاع ما سامعك ما ردكش البالية. يعني لو كانت هناك تنشئة سياسية عندي وعند الأستاذ وعند الأستاذ وعند الأستاذ وعندنا كامل لما كانت حتى ظاهرة البلقانة لما كنا نعرف أن الآن يعني وكان يزيد مثلا دابا جوج أحزاب حق المشروع ديال سميتو ديال أخذ الوصل المؤقت غادي نشرحوا على 40 حزب يعني أن انتخاباتكم بلا ستكون يعني 40 حزب يعني 40 حزب يعني كيف غادي نديروا حنا نفرقوا ما بين هذا الحزب وهذا الحزب وهذا كان شي حزب انا اللي وليت انا كمارس يعني السياسه من بعد هذا الاصلاح الكلية ولكن عمري ما عرفتش كان شي حزب ما كنعرفهاش يعني نهائيا ما كنعرفهاش يعني الصراحه فبالاحرى ان واحد ما يكونش ممارس وتعطيه هذه الكابيس ديال الاحزاب كيف غادي يدير لك وشو غادي يدير يعني الاساس في البنيه الاجتماعيه او في البنيه الاساسيه في المغرب هي الكرسي السياسي وهذا دور ماشي دور ديالنا احنا كشركات ولكن دور الحزب وهنا اعتبر الموضوع يعني عنوان عارض يعني قدمه الناس وهو هل من دور الشركات الكرسي السياسي لا يمكن باقي الشيء لا يعطي الاحزاب هي التي تؤطر وهي التي تزكي الكرسي السياسي ماشي الشركات الشركات موازي للعرض السياسي للحزب السياسي هو يفرق يعني ما يمكنش الفرع يطيح على الجد يعني ان الحزب السياسي هو الذي يؤقل وهذا تبقى القانون يعني من واجبات يعني تبقى القانون اللي سميته قانون الاحزاب في الماده الاولى يعني المساهمه في الكنشئه السياسيه يعني وتعطي المواطنين هذا العمل ما كيقومش بها الحزب يعني الشركات السياسيه يعني يدها قصيره في هذا المال وهنا اقول يعني ان الشركات يعني فهذا حتى ما يعني اتذكر يعني ان هناك يعني تم انتخابات في المقبل الماضي يعني في الانتخابات 2007 كان هناك محاوله دوله تدخل تبارك هذا الموقع يعني في اطار يعني دعوه الشباب للمشاركه والتصويت حول النتائج يعني في سنه الاقتراع ولكن كانت عبر خلق جمعيه دابا خلق جمعيه ما بين الولايات المتحده اصبحت يعني اصبحت تنافس الاحزاب اصبحت يعني ترتس يعني مع الشباب ولكن بمنهاج داعي لكل بعد يعني هذا يتم على ان هناك من اعد هذا ذلك المشروع انه يعني داعي لكل بعد على الشباب والشباب غادي يجي مثلا انا غادي ندعو واحد الشباب للمشاركه السياسيه واش ندعوها فقط للهيب هوب ندعوها للاغاني ندعوها سميتو ندعوها ندعوها سميتو في الدور وميزانيه ونخلق واحد الجمعيه هذا لا هذا ما خصوش يعني خاصني انا نحيي الاحزاب خاصني انا نحيي الاحزاب يعني انني ندير واحد الكوره في الاحزاب وخاصني نخلي الاحزاب هي تجيب المواطن للصدر اذا فشلت هذه الاحزاب يعني نشوف تفكير اخر وتتفق يعني تفكيرات يعني اخرى اللي اخذت يعني تلم مثلا عن مثلا عند الدراسه مثلا وجدوا بان المسيطر على صناع القرار في الاحزاب السياسيه هم الذكور اخترعوا وسيله هي اللائحه النسائيه ولكن اللائحه النسائيه ثم قال يعني ثم وصلوا بان ليس هناك شباب فاقترعوا اللائحه لائحه الشباب وهذا يعني كيفاش احنا غادي نقولوا بان للاحزاب الديمقراطيه وهذا خارج عن قواعد سميتو توابيس الديمقراطيه واش ملي تجيب لي واحد من فلان ولا فلان وتقول يعني وتنصب مثلا كوكيل لائحه هو من صوت عليه مثلا في جده هو فرض الله كان كي داير هاد القواعد التنظيميه كي داير هاد القواعد الديمقراطيه يعني نحن هنا لنناقش الوضع بوساطه وبوضوح وبصراحه يعني نحن نعيش ازمه يعني وانا اقول نعيش ازمه سواء من الحزب الكبير او من الحزب السابق لان هي لغه الارقام يعني وانا هي بلغه الارقام لو جمعنا اغلب الاعداد المصوتين في الاحزاب يعني نجمعوا كاع الاحزاب هذا 36 اللي كانت شاركت غادي نوجدوا بانها لا تمثل حتى 40% من مجموع الاصوات ديالها هي مجموع الاصوات ماشي مجموع السكان
يعني كان يعني مثلا قصر اللي سميته ما كيصرف هي مجموعة الأصوات اللي سميته اللي مسجل ما كيوصلوش 40 جنيه يعني هذه الأحزاب كلها يعني في المفهوم القانوني أنها فاقدة أهلية وفاقدة الشرعية أنها تتكلم باسم هذا الشعب في البرلمان يعني